عليه تقريبا انه يلعب بالقدمين ومحرك الفارق. نعم. خطأ من بيزيد. فتح طالع وصل لي زميله أوجان شكيب يضيعها ويلعب، فيش خطا. هاي الكره، هاي موالي عرضيه والهدف. الهدف الاول بيزيد. بيزيد ممتاز. او نايجي، التمريره كانت من نايجي وبيزيد في الشباك. سفيان بيزيد يفتح باب التسجيل ويفتح العداد بالنسبه له وبالنسبه للمولوديه في الدقيقه 11. المولوديه هدف، نجم بن عكنون صفر. الكرة بدأت حين ضاعت من اللاعب أوجان نور الدين. لو نشاهد الإيداع في الوقت اللي كنا نتكلموا عليه انه يسيطر على الكرة ضيعها، الحكم كان قريب جدا من الخطأ، كان طلب مخالفة وما فيش خطأ يقول الحكم. هاي الإعادة هنا ضيعها، يرفع راسه ويلعب كرة أرضية ممتازة كانت من أيجي القادم من لوفالوا بهذه الكيفية. شوف مباشرة في الشباك بدون تردد بداية.